إصلاحات صارمة. السيد الوزير الأول والسيد شكرا على هذه المداخلة التي حضرت ومنذ صباح الباكر. لازم تكون هناك نظرة تشاركية. نظرة تشاركية لازم نسمعوا لبعضنا، لازم الدولة تسمع للفاعلين في الحق المؤسسات من أجل توفير كل الشروط التي تسمح للمؤسسة الوطنية، يعني المؤسسة الوطنية بصفة عامة، ما بقيناش نفرقوا بين مؤسسة خاصة والمؤسسة العمومية، يعني المؤسسة الوطنية خاصة بصفة عامة، نوفروا لها كل الأجواء التي تسمح لها باش تتطور في جو قانوني صحي وفي جو تنافسي صحي. راني نشوف كذلك بأن يعني نتحدث على التصدير، يعني قبل نمر إلى التصدير حنا عندنا مقاربة. المقاربة هي توفير احتياجات السوق الوطنية أولا، ثم القيام بدراسات تسمح لنا بإحلال الواردات بالإنتاج المحلي. قبل الولوج في أسواق التصدير يجب أن تكون هناك دراسة معمقة لأسواق الخارجية، ولازم يجب أن تكون هناك une normalisation de la production nationale, une standardisation de la production nationale. لازم باش يكون المنتوج الوطني تنافسي، يجب ان يتوفر على معايير اللي تسمح له باش لكي يلج الى الاسواق الخارجيه. ولكن اولويات بالنسبه لنا كحكومه وبالنسبه لنا كدوله هي توفير المنتوجات للسوق الوطنيه واحلال الواردات بالمنتوج الوطني ذي التنافسية العالية، مما يسمح له طبعا بالولوج إلى الأسواق الخارجية. ولكن هناك يا النمو هناك قابليات يجب أن نوفرها، ونحن في الحكومة نعمل على توفير هذه القابليات طبعا عن طريق قانون الاستثمار الذي سوف يرى النور إن شاء الله قريبا بعد دراسته على مستوى الحكومة، على مستوى مجلس الوزراء، وكذلك عرضه على البرلمان، وهو إن شاء الله سوف يكون نص ليس الذي يعني لا شاهدتم أو سمعتم به عن طريق بعض وسائل الإعلام، ولكنه نص هو في قيد الدراسة حاليا، وكذلك من خلال إيجاد آليات بالنسبة للعقار، لمنح العقار، لمنح بعض الامتيازات في بعض مناطق الوطن وليست كلها، ومرافقة طبعا كل المؤسسات وكل المتعاملين الاقتصاديين الذين يريدون أن يلجوا في طبعا المجال الاقتصادي والمجال الصناعي والمجال الانتاجي بصفة خاصة. فهناك عدة مقاربات نحن نقوم بها حاليا، مقاربة شاملة سوف تسمح للمؤسسة طبعا بالنمو كما قلت في محيط صحي يسمح لها بأن تكون أكثر تنافسية من أجل الولوج إلى الأسواق الخارجية، ولكن قبلا يجب توفير المنتجات للسوق الوطنية. ونحن طبعا سوف نأخذ بعين الاعتبار كل مخرجات هذه الورشة.